ايه ده؟ انت مين؟ انت ماما؟ امال بابا؟ قوم يلا يا عريس، يلا قوم، كفايه نوم بقى. ايه ده؟ يا نهار اسود، ده الساعه 12، انت سبتيني نام كل ده ليه يا ماما؟ ده انا ورايا 100 حاجه يا حبيبي. الساعه 10، قوم بقى، عايزين نفرح بيك. 10؟ ماما انا ساعتي واقفه على 12 ليه؟ صباح الخير يا عريس، الف مبروك. الله يبارك فيك يا خالتي، ازيك؟ الحمد لله يا حبيبي. سعاد اغسلي وشك، عدى ربع ساعة. اوكي يلا يا جماعة انا ماشية، وقولوا لإيمي لما تخلص تكلمني. إيمي؟ هي إيمي كمان هنا؟ ايوة. ليلة ليلتك يا عريس، ليلة ليلتك. ماما ايه اللي تحطها في وشك ده يا ماما؟ ده جبنة بيضة يا حبيبي. وايه اللي خلاكي تحطي وشك في الصفيحة كده؟ ما غرفتيش ليه بالمعلقة؟ ايه يا ماما في ايه؟ ايه يا ابني، هو انا حكلك؟ حبوسك. حبوسيني بالجبنه اللي في وشك دي؟ ده مش جبنه، ده كريم، وكمان دوبل كريم. بوس يا ماما واخلصي. خلاص يا نهار اسود، خلاص بقى مش طايق بره. لو تفضلي على طول حنينه كده وما تتحوليش. يا سعاد فين الجزمه البني؟ حاضر يا جلال، هجيبها لك ثانيه واحده. ايوه تحولت بدري قوي النهارده. خش بقى على الشعار. محدش عنده اي احساس بالمسؤوليه؟ هو انا لازم اعمل كل حاجه بنفسي؟ لا مش ده. محدش عنده اي احساس بالمسؤوليه. هو ده انت امي وحافظك صم. مين ابن الدين اللي كسر البرو ده؟ يا ما عم السوسو، يا عم العصافير، انت اقتصاد عصافير من اوضتي ولا ايه؟ ايه يا معلم استاد براحتك، ده انا عندي غزلان جوه. ايه يا ابن المجنونه؟ الله. 810-09800. انت سبت باب الثلاجه مفتوح من امبارح يا جلال؟ ومفيش حد في البيت ده الا انا. حاجه غريبه والله. مبروك يا استاذ احمد، عقبال ما نقول شرف حلقتك. اهلا على قدك يا اسطى، ده متربي على الغالي ده وانا مستبع زي ابويا. خلص يا عم خلص. ايه ده يا بابا، ده الاهلي والزمالك هيلعبوا النهارده، ما تنساش بقى تبقى تاخد دواء الضغط. نعم يا اخويا. الكورة اللي مجننة الناس. لا 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 لا. يوه النهاردة بتقطعي النهاردة. يا احمد خلص يا احمد، يا ابني اخلص يا ابني. بيعمل ايه الواد ده جوه؟ لا حول ولا قوه. ما يلا بقى يا ابني، الحمام ده مش بتاعك لوحدك. مش معقول الطريقه دي. الله نفس الكلام. طب والله ما انا خارج لما تسمعني الشعار. يا ابني ورايا شغل اغنيها لك. الله صباح الفل يا ابني، حرام عليك مصالح الناس هتقف كلها. يا بابا بقالك ساعه بتخبط على الباب، عمال تخبط 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 تخبط. ايه يا بابا؟ النهارده فرحي زبوني براحتي شويه، وبعدين انت نازل رايح شغل يوم فرحي برضو. معلش يا سيدي استحملنا شويه. ايه مالك؟ مفيش اطلع يلا. ايه مالك يا برام؟ رامي مين يالا؟ انا مش انت كان نفسي تسميني رامي من زمان؟ اعتبرني زي ابنك رامي بالظبط. لا يا حبيبي، انا كنت ناوي اسميك سوسن. سوسن؟ اه ماشي يا ابو سوسن. جبت لي الفلوس؟ ها يرضيك ابنك سوسن يتجوز النهارده ويتسجن بكره؟ يا ابني ما تقلقش، فلوسك جاهزين وموجودين معايا من امبارح والله. طب مش تقول بس ناقصين 2000 جنيه. ليه بقى كده يعني ارجع اخش الحمام تاني؟ يا ابني ارحمني شويه، انا لسه ما فقتش من قسط عربيتك ولا من مصاريف فرحك. اصبر عليها شويه. هصبر عليك يا بابا، حاضر. اسيبك ربع ساعه وارجع لك يعني؟ لا نص ساعه يا خفيف. اوعى خد يلا. مين اللي هينظف وراك القرف ده؟ انت. حلوه الدهن دي برضه عشان البوس وكده. مين اللي شغل الكمبيوتر ده؟ صباح الخير، ازيك يا ايمي؟
صباح الفل، مبروك يا عريس. ما شاء الله بارك فيك. ازيك بنتي علا؟ انت ما بتخبطش على الباب قبل ما تدخل ليه؟ خبط ليه؟ اخو دخل على اخته ولا بنت خالتها عندها، ايه المشكله؟ خبط ولا ما خبطش؟ اتجننتي ولا تخبط علشان انا بنت؟ ممكن اكون بغير هدومي مثلا. خشي بقى على الشعار، ما انت اختي وحافظك صم. ولا علشان هو انا بنت وانت ولد تقوم تتحكم فيا؟ ليه يا ربي ما خلقتنيش ولد؟ يا رب يا ريت كنت ارتحت. اصحى مره الاقيكي فعلا بشنب. اخلصي، انت قعدتي على النت عندي؟ لا يا سيدي ما قعدتش. شفت في صاله الفرح بتاعها ولا مظبوط عليها ازاي؟ يلا قلبي عشان هقتلك. جميل. طب وايه رايك في الميك اب؟ انت حاطه ميك اب؟ انت هتعملي فيها كبيره ولا ايه؟ ميك اب ايه اللي انت حاطاه؟ انت لسه صغيره على الحاجات دي. انت بس حطي كلونيا وهتبقي كويسه. حط كلونيا؟ اه حط كلونيا. ايه مستغربه ليه؟ ولفي بقى كده وريني ظهر الفستان ده بالمره. لا لفي، بقول لك وريني ظهر الفستان ده. ماما يا نهار اسود، ايه ده انت عامله؟ ربنا ياخدكم. انت لسه بتموتي فيا من شويه، وبعدين ايه وقعت الصينيه؟ يبقى ياخدها مش ياخدكم. بنتي علا الفستان ده يتغير ومكياج الرقصات ده يتشال، وعلى الله يا علا على الله اشوفك واقفه في الفرح مع حد ما نعرفوش. وما انا كده كده اصلا بصيت كريم عينه ما تغيبش عنك لحظه عشان انا مش هبقى فضيلك. يعني انت واثق في صاحبك ومش واثق في اختك؟ اه الله يسامحك. سامحني. سلام على ده مكان. يا سلام، مش عارف انا الواحد اتصرف في موضوع الجواز ده ليه. بس ده ايه ده ايه قله الذوق دي؟ ايه ده حضرتك؟ يعني طب شايفاني راجل عايز اركن حضرتك؟ يعني معلش ممكن تسيبيني المكان؟ نعم معلش، اصل انا بصي اتعورت واو، وبعدين ممكن اقعد الف بقى ويجي لي هبوط لاني عمال انزل بقى عشان خاطر. سيبيني المكان معلش، سيبيني المكان ارجوكي ارجوكي، ده انا فرحي النهارده ارجوكي. بقي قفلتي على بقي، قفلتي على بقي، رايحه فين؟ خليكي جوه، ده الدنيا حر بره قوي. ما تصرفش عليكي، بقول لك فرحي النهارده، فرحي النهارده. دلوقتي المفتاح عدنا لك. ماما المهم دلوقتي انتوا عايزين ايه؟ عايزين تبقوا زي الاستاذ منير ولا زي عمه كده؟ زي حضرتك طبعا. تمام، ممكن تتفضلوا. خلاص صباح الخير. صباح الفل. ايه يا حبيبي؟ العيال دي بتضحك ليه كده؟ وكم بيضحكوا عليه؟ لا لا عيب، انا بس بفك عنهم شويه. هما دول الخمسه المستجدين اللي هتفحتوا؟ اه ودول الخمسه اللي هيترفضوا. الوطنيه وصلت 36، اشتري تاني عمال يعلى. اشتري اه خد بس ده بلغ بيه الناس. تصحى حالا يا عم، قول صباح الخير الاول. صباح الخير الاول. النهارده يومك يا معلم. ايوه ما تاخرش النهارده. لا عيب عيب، اكيد مش جاي. لا يا مان عيب عيب. النهارده اهو. النهارده مش جاي، ما تقلقش. بس بقى عيب، يلا اشوفك بالليل ان شاء الله يا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل. الو مستر حسني. ايوه مستر احمد، الجمبري لسه ما جاش. ايه الجمبري لسه ما وصلش؟ ايوه لسه ما وصلش. طب ما تشوف جايز بيلبس او عند الكوافير. يا مستر حسني وانا مالي، كلم امي قول لها. أوكي بس بقول وحياتك، بقول لها الخبر كده بالتدريج لحسن تتخض ولا حاجه. الف مبروك يا مستر احمد. ماشي يا مستر حسني ماشي. اسود. اهرب 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 اهرب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت هتروح فين؟ أنت هتمشي وتسيبه؟ إذا كان اللي خبطه ساوى يا معلم. أنا بقول لك انزل. طب اقفل الباب لو سمحت. حرام عليك، تعرف كده؟ خلاص واربه 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 لو متضايق واربه. واربه، طب انزل بقى. بقول لك انزل. العربية جامدة أوي كده ليه؟ أنا شايفك وقصدام عربيتك راشع في كليته. أنا إذا كان أنا شايفك وأنت بتتكلم في الموبايل يبقى أكيد كنت بتكلم بنات. لا لا بنات إيه يا عم، ده مستر حسني بتاع الجمبري، أصل أنا فرح معاه. جمبري إيه وحسني إيه؟ الكلام ده مش رافع معاك. عايز تعرف يا جماعة؟ شيلوا. إيدكم نار، حطوا في العربية. يا عم عربيتي إيه اللي هتحطوا فيها؟ اسمع بس يا نهار أسود يا جماعة، مش أنا اللي خبطتوا، هتحطوا في عربية إيه بس؟ طب حطوا في العربية اللي جنبي. إيه عربية تانية إيه؟ نهار اسود عليهم. دي مستشفى. نعم ايه ايه دي مستشفى. امال انا هوديه الملاهي. اتفضل يا حاضر. انت مالك انت يا رب؟ يا استاذ اتفضل. واحد من البدايه بني ادم. طب انت مالك؟ ما عارف انه بني ادم. يلا يا استاذ، الراجل هيموت. يا عم يلا.
يا اخويا حاضر. لا التفتفه دي مش ممكن تفتفه. بصوا بصوا كده بيتفتف على الطابلوه ازاي كده؟ يرضيكوا كده يعني؟ تعام تعام تفتف عليا انا، تفتف عليا انا، بلاش الطابلوه. لازم حد يمضي عشان يبقى مسؤول عن الحاله ونقدر نبص عليها. اللي خبطه يمضي. هو ده؟ امضي يا مدحت. مدحت؟ يا عم انا مش مدحت وما خبطتوش وما بمضيش. امضي وما تبقاش جبان. جبان؟ عرفت منين؟ امضي يا مدحت وما تخافش. يا سيدي انا مش مدحت والمصحف الشريف، انا لو مدحت همضي، انا ما خبطتوش، انا مالي ميموت. ايه؟ الحاله ماتت. الحمد لله. مفيش نحو ولا احساس؟ الرجوله اتشرب من جتتك؟ الراجل مرمي في الشارع، بتسيبه وتجري؟ وفي المستشفى مش عايز تمضيله؟ منك لله يا اخي. الراجل ده ذنبه في رقبتك. اوكي انا ما عنديش مشاكل. اعتبر نفسك مكانه يا اخي، وبتدور على حد يمضيلك. بعد الشر، بعد الشر عليا يا فندم. وبعدين بعدين انا لا احب امضي لحد ولا حد يمضي لي، ولا ابصم على حد ولا حد يبصم عليا. وبعدين انا مش فاهم انتوا يعني مكبرين الموضوع ليه كده؟ بس واحد مات يعني. وبعدين عايزين ان مفيش الم في المستشفى. عايزين؟ اه عايزين، اه عايزين، مش هقعد عايزين، عايزين على ودانك، مش دي اللي اقصدها، على ودان حضرتك يعني. عايزين يعني عايزين ازف يعني، ازف ازف يعني ازف، ومش ازف اللي هي ازف، لا لا. طب بقى يلا. لا انا بورساجي. انت حظك حلو، لو كنا ما مسكناش الراجل اللي خبطه كان زمانك دلوقتي مربوط هنا. ماشي ماشي. وعايز افهمك حاجه. اتفضل يا باشا. انا عايزك تمشي على مهلك وتربط الحزام. حاضر. وبلاش بقى النسوان اللي بتكلمها على الموبايل وانت ماشي بالعربيه، فاهم ولا لا؟ حاضر حاضر. يلا اطلع بره عشان اكمل المحضر. طب سؤال بس اخير، بالنسبه للبنزين يعني احط 92 ولا 32؟ بره. الاهلي والزمالك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما تردي. ايه ده؟ الله لو سمحت. ايه ده؟ ده كلبش، كلبش، ده الكلبش، هو ده الكلبش. لا 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 ده الكلبش ده رخم قوي. لا انا اسمع يا عم، ممكن الكرة؟ يا حبيبي كده خبطت الكرة جت ودني، كانت هتعمل لي طبلة عيني. حاضر امسك امسك. طب صد دي بقى، صد دي، صد دي. ليه كده يا ابني؟ ليه كده يا ابني؟ معلش معلش صبي صغير انا، معلش. تاكسي. واسم البرنسي هيفرق يعني في الاجر؟ تعرف يا باشا البرنسي اسمه احمد يا سيدي. احمد. الله اسم حلو يا باشا. لا وجديد احمد، تحس ان هو ابو حميد. ما شاء الله يا باشا جديد. ده مصر كلها اسمها احمد، وانا بقول لك مايكل. لا حلو يا باشا. ايه ده؟ وده ميت ولا مولود كده؟ لعيب خلق يا باشا. طب يا اسطى بالنسبه للسجاير دي يعني، لو انت مستغني عن عمرك انا مش مستغني. طلع راسك من الشباك الدخان ما يجيش عليك. وانا راكب بلكونه اطلع راسي. طلع راسك من الشباك يا باشا. استغفر الله العظيم. انت تعرف ان السيجاره الواحده دي بتاثر عمر البني ادم 7 ساعات؟ كده 7 وربع، كده 7 ونص، كده هتتاخر على ميعادك. هو كده؟ ايوه كده. ادريكسيوني ادريكسيوني ادريكسيوني، ادي برياجي ادي برياجي ادي برياجي. والاغنيه الغامه دي بقى تاثر العمر 7 سنين. يا عم يا ريت يطير كله بدل الهم اللي عايشين فيه ده. هيقعد يكذب بقى ويحكي لي في مقاسي عشان ما فصلوش في الاجره. الواحد بيصحى الصبح يتكت على الدركسيون بال 20 ساعه، وريت مكتب يكذب العربيه. غير بقى ابني اتولد ابن 7 ومرمي في الحضانه. كذاب قوي. عيل ابن كلب. مين اللي ابن كلب ده يا باشا؟ هو ابن كلب، هو الواد ابن كلب، انما انت عادي مش كلب. هو ابن كلب. الواحد مش عارف تجيب منين ولا منين بس يا باشا. تجيب منين يعني؟ مننا، ما هي ناس بتمص في دم ناس. فرح بقى بنزين 80. يا برنس الليالي يا رمانة الميزان، يا هفض فندر قلبي فينك من زمان. ياه ابنك بقى ابن 9 دلوقتي. كان حبك بالمجان دلوقتي بقيت ألماني، يعني الدنيا في بعاني. خدت بالك يا عم كريم؟
وطلعنا بقى ايه من على المستشفى على الاسم، كانهم كانوا عايزين مثلا يلبسوني الحكايه كلها. يا نهار ازرق، معلش حصل خير. اللي قولي صحيح يا ابو حميد، انت هتتجوز ازاي وتصبعك متعور كده اصلا؟ وصبعي ماله مال الجواز يا ما تخليش اشتمك. وماله مال الجواز ازاي؟ مش هتعملها كده اهو. لازم جوز قطه استكناوه باستكناوه. كل كل انا بص عايزك بقى تديها على الاخر. ها في جمبري وسمك وصبيت وكابوريا الليله ليله الفسفور يا معلم، عايزك تنور. اراه انك عازمني على اكله السمك دي عشان تكلمني على البنت الزباله بتاعت النت بتاعتك. اه صحيح يا ابو حميد، فاكر موضوع البنت بتاعت النت اللي انا بكلمك عليه بقى لي فتره؟ يا كريم انا قلت لك 100 مره البنات بتوع النت دول بيبقوا نظام شقق. لا 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 وحياه ربنا خالص خالص، دي مش نظام شقق خالص. ايه نظام فيلل يعني؟ لا لا ولا فيلل، هي ممكن تدي على عيشه مثلا او حاجه زي كده. ايه يا ابو حميد في ايه؟ دي مؤدبه جدا. مؤدبه وجدا كمان، والله انت اللي غلبان مولا. كمل وبعدين. مفيش، عايز انا اقابل اهلها وافتحهم في موضوعنا. دي تلبيسه طبعا. واحدين خالص حاسب، وهتلاقيها رشه دواخر واهلها عايزين يلبسوها لك. يعني بنت زباله واهلها رمة اصلا. كل 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 بقى شهبه. الليله دي سيبنا اقول واحب. ايه في ايه؟ في امس اخير ايه؟ بيونا ثلاث دقايق ولا ايه؟ بابا كان تعبان شويه. دلوقتي؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ما اقصدش يعني اصلا عشان الفرح وكده. طب ايه بابا بقيت كويس يا حبيبي؟ الف سلام عليك، بقيت كويس؟ الحمد لله. طيب ما هو بيقول لك الحمد لله اهو. يلا بابا قوم. يلا 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 يلا. وانسى كل الدنيا دي وغمض عليك. هو انت على طول كده ما عندكش اي احساس بالمسؤوليه؟ شايف ابوك تعبان وانت ولا همك؟ ما هو بقى كويس، مش انا سالته قدامك وقال بقيت كويس خلاص. ايه بس هكبري الموضوع ليه بس يا ماما؟ وبعدين الساعه كام معاكي؟ الساعه 6. 6؟ طب وانتوا ايه اللي ملبسكوا بدري قوي كده؟ ده لسه بدري، هو هتلاقيه تعب اصلا عشان لبس بدري على فكره. ما بدام انت شايف بدري قوي ما تروح تجيب اختك من عند الكوافير. لا ده احنا متاخرين جدا، ده احنا متاخرين جدا. بقول لك ايه؟ ولا لا تيجي التاكس. انا اصلي رايح مكان كده ايه؟ مريم قالت لي عليه. روح كده اروش نفسي فيه. سبقوا انتوا وانا هحصلكوا براحتي، ماشي؟ يلا باي باي. الو وصلت يا احمد؟ ايوه يا مريم انا وصلت اهو. صراحه ما كنتش اعرف انك تعرفي اماكن نظيفه كده. لا لسه ما سالتش عليه، بقولك لسه واصل. انت قلتي لي هو اسمه ايه؟ اسمه سعيد. سعيد؟ طب ثانيه واحده خليكي معايا هسال عليه. ثانيه واحده. حاضر. خليكي معايا. مساء الخير. مساء النور. سعيد افندم. انا سعيد ان انا شفتك يعني. في حد هنا عندكم بيشتغل اسمه سعيد؟ سعيد؟ اه يا فندم موجود جوه. اوكي. هاي مريم لقيتها. قصدي لقيته. سلام انت دلوقتي. سلام. امال انت اسمك ايه؟ اسماء. ايوه يعني مفيش اسم محدد؟ لا انا اسمي اسماء. اه اسمك اسماء. كذا اسم. سعيد هنا ولا ايه؟ هنا. شيك قوي البرمز ده، شيك البرمز ده، ممكن الواحد يحضر بيه الفرح والله. او نسرقه بقى. كابتن ممكن معيش سؤال صغير كده؟ اه. انت بتروح جيم نوع ايه؟ يعني ايه نوع ايه؟ يعني جيم عادي كده بتاع بني ادمين يعني؟ يا عم ده انا بسأل بس. ايه ده هو ما خدش منك مناديل؟ ده كمان ما غسلش ايده. ايه القرف ده؟ انت عارف ان في 90% من اللي بيغسلوا ايديهم برضه بيفضل على ايديهم اثار بيبي؟ امال ما غسلش ايده خالص بقى ده خطر. صدقني ده يبقى بيبي ماشي على رجليه. يا اوعى تكون بتعمل زي الحيوان اللي خرج ده. تغسل ايدك بعد ما بتعمل؟ تغسل ايدك؟ تغسل ايدك؟ تغسلش تغسلش تحيي. احمد. ايوه. قالوا لي انك سالت عليا. انا سعيد ابن عم مريم. الف مبروك. سعيد. ازيك يا سعيد؟ عامل ايه؟ ايه ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ انا مريم قالت لي انك بتشتغل هنا. انت ايه يعني بتشتغل ايه؟ لا يا سعيد لا يا سعيد بلاش طبعك يا سعيد طبعك لا لا لا
تعمل من بي يا سعيد، تعمل من بي وتنزعك في ظهر يا سعيد. وكمل بي ولك القوة يا سعيد. يا أبقى يا أبقى حط يا فوق يا سعيد كمان، حط يدك فوق. عجبك اللي ابنك بيعمله فينا ده؟ هو يعني ابني لوحدي لسه؟ لسه يا حبيبتي. الله يحرقك يا سعيد. الو اه بابا، انت فين يا احمد؟ انا جيت اهو. انت بتستهبل؟ انا قدامك اهو الناحيه الثانيه. الناس خمرت جوه من الاعلى، ايه اللي اخرك؟ انا عريس والعريس لازم يتاخر. انا النهارده احمد. ايه حبيبي؟ الله اكبر، مالك؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه، مفيش حاجه. طب يلا قوم قوم يا عريس، عايزين نفرح بيك. اديني قمت اهو. الساعه 10 ولا 12 يا حبيبي؟ الساعه 10. قوم، كفايه نوم بقى. صباح الخير يا عريس، الف مبروك. صباح النور يا خالتي، الله يبارك. انت كنت بقيت عندنا من امبارح؟ لا يا روح خالتك. سعاد اغسلي وشك، عدى ربع ساعة. اوكي اوكي اوكي، يلا يا جماعة انا ماشية، وقولوا لإيمي لما تخلص تكلمي. إيمي؟ ايه ده اللي في وشك؟ ايه يا ماما، هتعملي ايه؟ ايه في ايه يا حبيبي؟ هتعملي ايه دلوقتي انت؟ هو انا حكلك حبوسك يا سعاد؟ فين الجزمة البني؟ حاضر يا جلال، هجيبها لك ثانية واحدة. يوه، وانا لازم اعمل كل حاجة بنفسي، محدش عنده اي احساس بالمسؤولية. يعني ايه؟ 810. انت سبت باب التلاجة مفتوح من امبارح يا جلال؟ هو مفيش حد في البيت ده اللي انا؟ حاجة غريبة والله. يعني هنتكلم عن موضوع اتحاد الكورة، شفنا التصريح بتاع ميروسلاف سكوب. مبروك يا عريس، عقبال ما نقول شرف حلقتك. خليك في حالك يا عم تنتان دلوقتي. كبير زي جمهور مصر بتلعب في الملعب. يا مقطوعه، هاي مقطوعه ايه؟ نجيب ازازه، ازازه يا احمد، يا احمد يا ابني، حرام عليك، مصالح الناس هتقف كلها. نفس الخبط، نفس الخبط، نفس الشوار، نفس المرايه، نفس النور، نفس الماء، نفس المعجون، نفس كل حاجه، نفس كل حاجه. اغنيها لك. الله يا ابني، حرام عليك، مصالح الناس هتقف كلها. طب حلالي كده ليه يا بابا؟ انت جبت لي فلوس القسط الاخراني بتاع الشقه؟ والله جاهزين وموجودين معايا من امبارح. وكاملين بقى ولا ناقصين؟ ناقصين 2000 جنيه. ناقصين؟ طيب خش يا ابو سوسن، خش. سوسن مين يالا؟ ده موضوع قديم، موضوع قديم، موضوع قديم. خد يالا، نظفه انت، نظفه انت. ما ينفعش خالص، انا هفوتها لك في الكابوس، مش هفوتها لك دلوقتي. انت يا بنت يا علا، بقول لك انت يا مش انا قايل لك ما مالك يا احمد، بتمقمق ليه؟ مش انا قايل لك ما تقعديش على النت عندي؟ لو قعدتي مش مشكله، على فكره انا مديك الامان. قعدتي صح؟ قعدتي. انا ما جتش ناحيه الكمبيوتر بتاعك. وبعدين
وبعدين القعدة في الأوضة دي بنت مش ولد. ليه يا ربي ما خلقتنيش ولد؟ ليه بس؟ ثانية واحدة، ثانية ثانية. لف كده وريني ضرب فستان. لا اه لو سمحت لف، عايز اشوف ضرب فستان، اشوف حاجة بس. لا ايه اللي لا الف بقول لك يا ماما. ايه ده انت عامية؟ ربنا ياخدكوا. ازيك يا ايمي؟ انا ايش نطة تمام؟ مش عارف. عادي يا معلم يا معلم يا معلم عادي. حلم؟ انت مجنون ولا ايه؟ ها؟ ماما مش عادي. سن السكينة سن الماس. هاو 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 هاو. ما مش عارف توقف الحرامي. فيت 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 في عليك انت واطي يا جزمة. شوفوا يا جماعة، هنا في الشركة إما تقف في التكييف في الإدارة والحسابات، أو إنك تبقى سمسار تدي أوامر بيع أوامر شراء تنفذ عمليات على الجبهة. الموضوع ده عايز جرأة. خلينا أوريكم مثال حي حصل عندنا هنا في الشركة. الأستاذ أحمد مدير الحسابات عندنا في الشركة، أول ما جه الشركة فضل يشتغل في الحسابات مش حبا فيها، بس لمجرد إنه يبعد عن روح المجازفة اللي بيعيشها السمسار كل دقيقة. حب يمشي جنب الحيط، إنما أنا بحب أمشي فوق الحيط. عشان كده اشتغلت في السمسارة وخطرت، وفي خلال سنتين بس بقى مرتبي 4 أضعاف مرتبه. المهم دلوقتي انتوا عايزين ايه؟ عايزين تبقوا زي الاستاذ منير ولا زي عمه كده؟ زي حضرتك طبعا. تمام خلاص ممكن تفضل. الله الله والله ما انتوا قايمين. اتفضلوا اتفضلوا. انا مش هشكك في الكلام اللي قاله الاستاذ منير، لانه الحقيقه جايز يكون فاهم انه صح. ازيك منير؟ حبيب قلبي ازيك عامل ايه؟ بس انا هحكي لكم على حاجه كده انا متاكد ان هو ما حكاهاش. انا والاستاذ منير دفعه واحده وقد بعض بالظبط. بصوا له كده، بصوا بذمتكم شكله اكبر مني يجيب 30 سنه على الاقل. وانا هقول لكم ليه. طول النهار قاعد بقى يرقط في ضوافره ويمسك في قلبه والمراره والحاجه. لا سهم طلع سهم نزل سهم طلع سهم. وصحيح على فكره هو انا مش هقول حاجه، يعني هو بياخد فعلا بياخد قد مرتبي 4-5 مرات. بس فرحتي بقى بعد ضعف مرتبي ده لو انا خدته وبعدين في الاخر اصرفه بقى على الضغط والسكر والقلب والمرارة والملاريا والإيدز ولا إيه؟ ها؟ بعد بقى ما عرفت المأساة بتاعت الأستاذ منير، تحبوا يبقى معاكوا فلوس كتير كده ولا تعيشوا أكتر؟ طبعاً عايزين فلوس كتير. يا رب تموتوا، يا رب تموتوا كلكم. امسك ده الكشف بتاع الخمسة المرفوضين اللي أنا همشيهم. الوطنية وصل 36. وصل كم؟ 36. ايه عمال يعلى نشتري تاني؟ هتشتري؟ هتشتري ها؟ هتشتري؟ طبعا هشتري. اشتري لي واخد ده ابلغ بيه الناس. حالا. هبلغ بيه الناس؟ فورا. ممكن تفضلوا انتوا يا جماعه. لمؤاخذة حالي يعني. لمؤاخذة حالي. وانت تاني. في يا احمد. في ايه؟ في في حسبي الله ونعم الوكيل. قلت يا معلم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي يا معلم. ستين
رقم ايه يا معلم؟ ده انا بكتب خواطر. خواطر؟ اه نثر يعني نثر. اقطع خواطر عبد الله نويتك. اه اقطع. اهو اقطع. روح بقى اخبط في الخلق زي ما انت عايز وانا مالك. اهو اهو بعيد عني يجي 5 متر. انا شايفك وانت بتخبطه ونطرته لحد هناك. ليه وانا خبطه بالشلوت؟ يا راجل حرام عليك بلاش كده، ده انا شايفك صدام عربيتك وهو بيرشع في كليته. انا بكلم بنات. بقول لك ايه؟ خلاص 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 بلاش رخ. يلا نروح الاسم. اسمي ايه؟ خد على قرب المستشفى سابه. اسكت ما هيموت. هيموت يا اخي. انت تفول على الراجل. يلا بلاش رخ نروح الاسم قبل الظابط ما يقعد يفطر ونقعد جنبه. يلا هاتوه 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 على مفرش مشمع. ايه؟ مات ها؟ مات مات ها؟ مات؟ الحالة ماتت. الله الله. ما تخافش مش هعترف. مش ده اللي خبطه. ده الراجل ده كان بيحاول يشيل معانا الراجل نحطه في العربية عشان نلحقه. ازاي يعني؟ إذا كان هو اعترف لما أنا مسكته. اعترفت؟ أمال بتبرق ليه؟ وما تقول لي هتقطع خواطري وهتقطع أنت خاطرك هتتهربت هنا. هو ده اللي خبطه. خبطه ده شنيره ده طياره من على الأسفلت تطير. وأنت ما عندكش إحساس ولا نخوة؟ خلاص رميت الراجل في الشارع كده وبتجري وفي المستشفى مش عايز تمضيله. برضو عرفت موضوع المستشفى برضو حضرتك. يا اخي اعتبر نفسك مكانه وبتدور على حد يمضي عليك. والمصحف ما انا رادد منك لله يا اخي. الراجل ده ذنبه في رقبتك. برضو نفس الكلام برضو حتى لو انا ما رديتش. طب انت حضرتك ما كنتش جيت انا النهارده كنت هتقول ايه؟ كنت اقول لك مع السلامه الصبح على كده. وحتى انا جيت نفس الاسم. اعمل نفسي مش واخد بالي مش واخد بالك لو سمحت بقولك يا ساتر. ايه ده كلبش. ليه قلت لي لا كلبش. يعني ايه ده انا في اللي بتغني لي دي؟ مين دي؟ دي نانسي عجرم. دي مصرية؟ لا من الكويت. واو اوش. ايه ده؟ رافق ده باشا هو اللي كبس عليا. انا واقف هو اللي خبطني هو اللي غلطان. شفت كل حاجة رخصك بقول لك. اتفضل زي ما انت حصل حاجة في العربية. رخص مش معلش هو دلوقتي هياخد مني اكيد حاسفين جدا يا فندم. حاسفين جدا. اتفضل. ايه ده يا باشا؟ ده كده هيمشي وحقي هيضيع. حق مين يا ابو حق؟ حق مين؟ اوعى يا راجل ما تخافش يا راضي ما تقلقش انا هجيب لك حقك. اوكي جيب له حقه من مين؟ هو الباشا مين؟ انا مصري. وايه يعني مصري وظابط مصري وكيل نيابه؟ هو لازم يعني ابقى مصري وحاجه عشان اعرف اخد حقي يعني؟ يا باشا مش الشرطة في خدمة الشعب. الكلام ده كان زمان يا حبيبي، دلوقتي الشرطة والشعب في خدمة الوطن. اوكي، ومين بقى اللي كان في العربية؟ الوطن؟ مش عايز معارضة، بطاطا. اوكي، هو ماشي الوطن يا راضي اللي كان راكب العربية ده الوطن. أنا معايا ده. بطاقة تموين يا مصري. بس اسكت. طيب ممكن حضرتك تيجي معايا سيادة اللواء؟ شور، اتفضل. لواء. ما تخافش بقول لك أنا هجيب لك حقك، اوكي؟ امشي معايا، اتفضل. يلا يا راضي. اتفضل. تأمرني؟ أنا عايز حق الراجل ده. لا مش ده طبعا. راضي إذا كان الراجل نفسه ساب حقه ومشي علشان يعيني مصري، لكن أنا مواطن أمريكي أوكي؟ وعايز أخد له حقه عشان هو ما عملش حاجة. يعني أنت بتهددنا عشان أنت مواطن أمريكي وباسبورك حميك ومحدش يقدر يلمسك. يا أوكي إكزاكتلي بالظبط كده. أوكي أنا بهددكم علشان أنا مواطن أمريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني، أوكي؟ طيب ممكن تقولي الكلام ده في الميكروفون عشان العساكر تخاف منك. أوكي. أنا مواطن أمريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني، أوكي؟ شفت خافوا إزاي؟ طيب.
حضرتك امريكاني؟ ايوه يا سيدي، ايوه ايوه قلت انا امريكاني وماي باسبور بتاع حميني ومحدش يقدر يلمسني. اوكي واقول لك حاجه كمان، واقدر ادي اي حد بالجزمه. اوكي ايه السخونيه دي؟ ايه الهوا ده؟ يس ايوه كده يا رجاله صح، انتوا صح، انتوا لازم تعبروا عن رايكم وتعملوا مظاهرات صح، ولازم تاخدوا حقكم. مش هاخد حقكم قوي برضو يعني. امريكاني بقى؟ نو 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 لا استنى، ده ماي باسبور هو اللي امريكاني يا، انما انا مصري يا، انا مصري عادي. بص اهو حتى بص مصر، ده كمان اسمي مصري، وانا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري. يا بص عليا، وماي باسبور ده مش حميني اوكي، واي حد عادي ممكن يديني بالجزمه عادي خالص صدقني. انا كمان حتى اكتر اغنيه انا بحبها بتاعت هقول بتاعت نازلي عجرم، عارفها دي اللي بتقول انا مصري وابويا مصري؟ كمان مش حافظ اغنيه الفنانه نانسي عجرم؟ والله حافظها، والله حافظها. لا. لا انت ازاي تعمل كده؟ انت وطي عشان تاخده يا امريكاني. My fucking passport, cell phone. Oh my God. اهلا فندم، مساء الخير. هاي I'd like to check in please. تحت امر سيادتك يا فندم. جدا استاذ سيادتك، بس في جواز سفر عشان انا اسف جدا 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 مسحت بيانات حضرتك. اوكي او ماي جاد، بس ممكن اقول لك حاجه؟ تعالى بس، ماي باسبورت ضاعت. المصري ولا الامريكاني؟ الاثنين. الامريكاني ضاع والمصري طار، انا طيرته. يعني حضرتك دلوقتي لا مصري ولا ياباني ولا امريكاني؟ يعني ممكن تعتبرني كوري. كوري؟ لا انا اسف والله، انا لازم اي اثبات شخصيه بس. ايه ماك ما بليز، انا كده احنا في الشارع. انا اسف والله فعلا. بالورقة والقلم خدتيني ميت ألم.
وعرفت مين اللي اتظلم. ليه اللي جاي لك أجنبي عارفة عليك تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى اللي منك تقلبي. عارفة سواد العسل أهو ده اللي حالك ليه وصل إزاي قوليلي مكملة وكل ده فيكي حصل. يا بلدنا عندها نفسها يا كل صلي على النبي. ايوه كل سنه كل سنه. قل واشكر اكسكيوز مي هو ما فيش منيو؟ ايه ده هو انتوا كلكم طالبين نفس الاكل؟ ان شاء الله. هو نفس الدرينكس ونفس البطاطس و... رضا يو نو حلوه يعني الستايل والفكره بتاعت المطعم دي انه يبقى كده وان تيبل كله كل الناس الحمد لله. ده انا والشيف مش عايز حد يوم جعان. الحمد لله تمام. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم يا رجاله. الف سلامه الف سلامه يا استاذ. لو سمحت امرني. الاكل حلو جدا من انا والشيف. ثانك يو. بس هو انا يعني مش عارف حساب كام. انا بس معايا 10 جنيه. حساب ايه انت عايز تضيع عليا السواد يا ابني؟ كل سنه وانت طيب. حط فلوسك في جيبك. رمضان كريم. يلا يا ابني شيل الحاجات اللي هناك دي. طب انا كنت عايز اكل ديزرت. عندكم ديزرت؟ كام رقم راضي ده؟ كام رقم راضي؟ لازم افتكره. لازم 0 1 9. يا 0 1 9 5. اوكي. اوه يا 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 only one left. كان كام اخر رقم؟ كان كام اخر رقم؟ يا خير يا باشا. نعم. ايه كنت بفتكر اخر رقم. ربنا يكرمك تساعدني. متاخر علي اجر الاوضه. انت عندك اوضه؟ يا بختك. طب ممكن اجي ابات عندك؟ يا ناقصه. طيب ما عندكش قلم في الاوضه دي؟ عايز افتكر بس رقم اكتبه كده. خد خد. انا تعالى خدها انت. تعالى انت. بقول لك تعالى خد. اوكي. خد. ايه ده؟ لحم. هو انت ليه بتوزعي لحم؟ اصل الديب فريزر في بيتنا اتملى فقلت انزل اوزع اللحم. اوزعها يا عم للغلابة. اوكي ثانك يو. بس انا مش غلبان. امال انت ايه؟ نو انا مصري. تبقى غلبان خد اللحمه. نو انا اسمي مصري. اوكي انما انا اصلا امريكان. ايه اهو انا امريكان. وايه اللي مدهولك بالشكل ده؟ كنت في مظاهره ضد امريكا. يعني انت جاي من امريكا لمصر عشان تمشي في مظاهرات؟ نو مش هو ده الحكايه. هو انا اللي حصل يعني بصراحه. كمان انا كنتش متخيل ابدا ان الناس هنا كده بتكره امريكا قوي. يمكن عشان ما بتعرفش تتخيل. طيب انت مصريه؟ طيب ممكن اسالك على حاجه؟ انا عايز اروح اي مكتب يكون بتاع اتصالات. لا صعب. تعال اركب معايا العربيه وانا اوريك ان المصريين جدعان. هوديك. تعال. ثانك يو. وده اعمل لو سمحت. لا نعم. انت غلبان؟ كلنا غلابة لله. طيب اتفضل. ربنا يديك الصحة. فيك شر البلاوي. فيك شر من يزيك يا ابني. يديك الصحة.
ثانك يو كل ده ثانك يو. شايف حالي عامل ازاي؟ يلا هاي. هلو اهلا وسهلا. انتوا مكتب اتصالات مظبوط يا فندم؟ رايت اوكي طيب ممكن اعمل اتصال؟ لا يا فندم احنا شركه اتصالات. حضرتك لو عايز تعمل اتصال او اي تليفون في كشك بره ممكن تعمله منه. اوكي سوري. اوكي نورت. ثانك يو. اوه ماي جاد. اكسكيوز مي اي وانا ميك ا كول بليز. الله يسهل لك. انا عايز اعمل تليفون لو سمحت وكمان عايز ازازه ميه. ازازه الميه بجنيه ونص عندك في الثلاجه هنا. اوكي ده الرقم اللي انا عايز اكلمه. ايه بس الرقم ده ناقص نمره. يا اي نو انا مش فاكره. انا هنهزر يا استاذ. ايه النمره عشان نخلص؟ يعني هو لو مش 1 او 2 ممكن يبقى 3 احتمال 4 لو ما طلعش 5 نجرب 6. انت عايز تعمل كام مكالمه؟ يعني انا هجرب يعني بس اكيد مش اكتر من 10. طب هدي تحت الحساب. اتفضل. اوكي ايه ده؟ انا اول مره اشوف حد مربي موبايل. هو انت ليه ربطه كده؟ هو بيعض؟ ما هو لو كان بيعض ما كانش 3 اخواته اتسرقوا مني قبل كده. اوكي هلو ممكن اكلم راضي؟ راضي مين؟ محدش هنا اسمه راضي. واحد. هلو؟ اكلم راضي؟ راضي؟ اقفل يا اهبل. اثنين. اكلم راضي لو سمحت؟ طب ما تنفعش عبي؟ ثلاثة. هلو؟ اكلم راضي؟ اكلم راضي؟ بطل معاكسات ياض يا ابني. أربعة. اكلم راضي؟ خمسة. ايه ده؟ بترد ليه كده وانت هتموت؟ ما تردش. سبعة. اكلم راضي؟ اقفل يا عيل يا جزمة. ثمانية. هاي. ايوه. راضي. مين معاك؟ راضي انا مصري. ايه يا مصري؟ كلنا مصريين. ايه؟ بدور عليك. الحقني يا راضي. ثانك يو يا راضي. بس تصدق الراجل ده بيخسر؟ ده بيبيع الميه بجنيه ونص مش ب30. انا اتمرمنت قوي يا راضي. انا اتمرمنت. انا مش عارف ازاي اعيش كده. عادي زي ما كل المصريين عايشين. راضي ممكن تخليك بس جنبي وتساعدني لغايه ما اشوف انا هعمل ايه؟ اوكي ابوس صدرك. أجل الرجولة والجدعنة اللي عملتها معايا مع الضابط أنا مش هسيبك في أزمتك. يعني إيه مش هتسيبني في جزمتك؟ اشرب قبل الأذان. اشرب. إيه ده؟ ده أنت اتمرمطت بجد. آه والله. يا yeah. سمعت حاجة؟ الأذان. اركب. ده عطشان قوي. اه طب بقول لك ايه الكاميرا والشنطه بتاعتي في ايه؟ معايا اركب. ثانك يو. طبعا مش فاكر بيتكم القديم وهتدوخنا. لا طبعا فاكر هنا في القاهره. بقالنا ساعة بنلف عمال تدخلنا في شارع وتطلعنا من التاني واخرتها. اعمل ايه بس الشوارع كلها شكلها متغير انا مش فاكر ولا شارع. انا افتكرت حاجة. كان في واحد بيعدي تحت البيت بيبيع فول. حراتي ولا مدمس؟ انت يعني بتمتحني يعني؟ مدمس طبعا. وكان بيعدي كل يوم كمان. انا كنت فاهم انه بيعدي يوم ويوم لا. ارحم امي العيانه افتكر حاجه تانيه. طب ممكن نسال حد طيب على اسم الشارع ده اللي انا مش عارفه؟ راضي ده تسيت يا راضي اهو شارعنا اهو. انت متاكد؟ اه طبعا متاكد. I can't believe it. Thank God. يلا روح بقى روح بسرعه هناك.
فرع بستان المها مهاميز. يا راضي اهو هو ده الشارع بتاعنا راضي، شارع بستان المهاميز ده، ودي العمارة بتاعتنا. ايه دي؟ انت متأكد؟ طبعا راضي متأكد، انا انسى اي حاجة في الدنيا الا العمارة اللي انا لعبت فيها وتربيت وانا صغير يا راضي. Thank you so much. وياريتك ما كبرت. سلام. Thank you راضي. Okay man, okay. Take it easy. شارع بستان المهاميز، يعني اللي ساكنين فيه هنا مهاميز. Excuse me مهموز. Excuse me مهموس. مهموس. Okay. Oh my god. Wow. يا لو سمحت، مش دي عمارة ستة؟ دي عمارة 26. ما هو عدى 20 سنة أكيد بقت 26. طب في هنا ساكن واحد اسمه سعيد عواد. سعيد تختخ؟ يا سعيد تختخ يا. هو ساكن هنا في 26. أوكي. مش في 6. ثانك يو. لا. ثانك يو. يا عجزت قوي. Calm down. انتوا مين؟ احنا اللي مين يا حرامي؟ No. انا مش حرامي، انا مصري. وايه يعني مصري واحنا واخدينك اسير؟ انت حرامي. No. انا مش حرامي، انا مصري. يا شيخ اتقي والله، حتى في رمضان بتسرقوا. هاي اوه شيت. ولا تعالى هنا لا يسرقك. No. انا مش سري، انا مصري. انا مصري العربي. انت سعيد تكتك. الله، سعيد انت بصاحب حرامية؟ استني بس يا بابا، ده مصري العربي. يس 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 يس. وحشتني يا مصري. ثانك يو. اوكي. بلاش بوس شت. ازاي راجل غريب يعني ينام معايا في نفس البيت؟ لا كان احنا كده والاسم متجوزين وبشوفك بالصدفه، امال لما نبقى زحمه بقى هنعمل ايه؟ وانا مالي؟ هو انا اللي عزمته ولا انت عايز تتخانق وخلاص؟ اتخانق وخلاص؟ انت شايف امك بتعمل ايه؟ امك دلوقتي بقت امك. امال يا خالتي؟ يا خالتي راحت فين؟ منصف. ايوه خالتي. في حاجه يا منصف؟ لا يا حبيبتي سلامتك. الله يسلمك. هاي، شفت الفانوس بتاعي؟ ده فانوس ايه ده؟ ده فانوس رمضان. ومين ده بقى؟ رمضان؟ رمضان يا عم، ده كرومبو. كرومبو؟ شبه كرومبو. لا بس خدوده. وانت اسمك ايه بقى؟ حماسة. حماسة؟ وعندك كام سنة يا حماسة؟ سكس. نو سكس. نو سكس. نو سكس. سكس. نو سكس. لصمت الباب مؤقتا. اوكي. نسيت اعرفك بالاسره الكريمه، ده بقى عبد المنصف. هاي. اهلا. نايس تو ميت يو. ودي بقى اختي ابتسام. هلو. هاي. ايه ده؟ ايه يا عم؟ انت هتعمل ايه؟ ابوسها. تبوسها؟ ده انا جوزها ومش عارف ابوسها. اوكي، احضنها يعني من غير ما ابوسها؟ يا عم لا تحضن ولا تبوس، ده ايه الليله السوداء دي؟ ما تشوف صاحبك ده يا عم سعيد. عايز تبوس مراتي ده كمان. يا عم مصر احنا هنا مش في امريكا، هنا مفيش الحاجات دي. وات؟ مفيش هنا احضان ولا بوس؟ لا طبعا. انتوا ازاي عايشين كده؟ نسيت اعرفك بقى باللندا الصغيره، موسى اختي. من بعيد ولا بتتباس؟ اوكي.
هاي هاي، انت بس هنا اللي بتتباس سعيد. خد يا ابتسام حته اللحمه دي. لا يا ماما انا مش عايزه. لا خلاص، اصل انا زهقت من اكل اللحمه، انا هاكل لقمه بملوخيه. خد يا ماما حطيلي شويه رز. حاضر يا حبيبي. كمل يا مصر كمل. اوكي انا مش عندي معلقه، بس ممكن معلقه؟ اه اتفضل. ثانك يو. بس يا سيدي، وبعد بقى ايه المظاهره ما خلصت، بفتح عيني كده لقيت نفسي مش شايف غير نقط سودا بس. انت ان شاء الله ناوي تقعد هنا لغايه امتى؟ ممكن الجوس؟ يعني اول ما انظف الشقه بتاعتي هامشي على طول. لا قصده هنا في مصر. اوكي ثانك يو. والله سعيد انا كنت عايز اقعد على طول، بس طبعا بعد اللي حصل معايا ده انا هعمل الشغل بتاعي وارجع امريكا تاني. ده قرار صح جدا على فكره. يا يا صحيح، انتوا عايزين مني كام فلوس؟ اخص عليك يا مصري، عايز تدفع ثمن قعدتك معانا؟ يس نعم، مش باكل وهاكل وهاشرب وهنام. يعني انا لو جيت لك امريكا هتدفعني ثمن قعدتي؟ اكيد. طب يا سيدي خلاص، مش هناخد منك فلوس، وانا لما اجي لك امريكا ما تدفعنيش. ماشي؟ لو انا قاعد ناوليني يا ابتسام طبق البسبوسه. قول يا مصر. اوكي خد يا حماصه طبق البسبوسه ده تنزل لام عبير، بس اوعى تدب صباعك فيه، وبعدين تعالى كمل اكل. ياه واو، ايه ده؟ مش ده الشخاف؟ اسمه خشاف، لا من خشاف ولا من ديري. ممكن اخد منه؟ لا طبعا خده كله، انت بعد اللي قلته ده حد هيمد ايده عليه. اوكي بعد الملوخيه بقى. بعد الملوخيه. قوي قوي الملوخيه دي. ده انا اللي قطفتها وانا اللي خربتها وانا بقى اللي شهقت عليها. ايوه مين بقى اللي عملها؟ كنتش مصدق ان انا ممكن اخد شاور. افتح سعيد. الله اكبر. اوكي يس. يا هاي نوسة. ايه مالك يا نوسة؟ مالك؟ خش جوه خش جوه. في يا عم انت ايه؟ ما ينفعش تمشي كده في البيت، البيت فيه ستات. يا يا اي نو شفتهم، نوسة وابسامة. ولا بعرفك عليهم؟ عيب 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 ليه؟ متخلفين. البس اي حاجه بقى، داري نفسك وتقف على ريال قدامي كده. اوكي اوكي. وشعرك الجميل ده ماله؟ تلمه. حاضر اوكي اوكي هلمه. اوعدك يعني لو شفت شعرايا بس واحده واقعه في الارض هلمها على طول. اوكي بقول لك ايه؟ نعم. انت الحل الوحيد معاك تتحجب. تتحجب؟ اه اوكي اوكي اوكي. صلى على النبي صلى على النبي. ايه ده؟ مين؟ وانت حماسه. ما تزعلش يا مصري من منصف، اصل ظروفه صعبه شويه. اوكي اوكي سعيد نو بروبلم. خد دي. ايه دي؟ ملايه؟ دي جلابيه ابويا الله يرحمه، البسها هتريحك. هتريحني زي ما ريحته كده. انا اكيد مش عارف انام في الجلابيات سعيد. ام فاين، انا معايا حاجه. ثانك يو. الواحد يعني كان تعبان قوي. قولي بقى انا هنام فين سعيد؟ هتنام على سريري. طب وانت هتنام فين؟ هنام على كنبه منصف. ومنصف هينام فين؟ هنام في الثلاجه بره. وات؟ هنام على الكنبه اللي بره. لا سعيد انا كده لخبطت كل حاجه، بليز لو سمحت انا خليني انام على الكنبه وانت نام على سريرك. اوكي. طب هقول لك، احنا نجيب حماصه هنا وانا وانت ننام على السرير. ليه انت هتصاحبني؟ قصدي يعني يعني انت هتصاحبتي الجير فريم بتاعي يعني. لا سعيد اوكي انت نام على سريرك وانا. لا 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 مصري. لا 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 ورحمه ابويا ما ينفع. بليز تنام على سريرك ورحمه سريرك. رجلك كبرت قوي سعيد. ها وهي من القعده. لا التانيه دي كبيره من يومها. صحيح هو انت بتشتغل ايه سعيد؟ عواطلي. ومبسوط فيها؟ اهل موجوده. هنا تسأل المهندس كان نفسك تطلع ايه؟ يقول لك دكتور. ولما تسأل الدكتور يقول لك محامي. مفيش حد هنا بيشتغل اللي هو عايزه. وانت كنت عايز تكون ايه اصلا يا سعيد؟ طيار. هو مع اني ركبت الطياره مره واحده في حياتي وكنت مرعوب، رحت عامل فيها بتخنق وبموت كده.
بس انت كده مشلول مش مخنوق. حركات مصريين. طيب واشمعنى طيار بقى؟ عشان الطيارين المصريين احسن طيارين في العالم. You know what؟ ده كلام بيقوله المصريين علشان يصبروا نفسهم بيه، انما هو خرافات. زي ان الراجل المصري يروح اي مكان في العالم كل ستات تموت فيه، او زي مثلا ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم. او شيت، هو كده يعني ممكن ده اذكى طفل في العالم؟ ايه ايه يا حماسه ده؟ انت ده انت طول اللي كنت بترفض وانا عرفت صعب منك. انا استنى يا حماسه، استنى يا حبيبي، استنى السندوتشات. جبنا نست ولا بيت؟ الاثنين يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. خد يا مصري. يمكن تحتاج حاجه. ثانك يو. انا فعلا مش معايا فلوس. اول ما يبقى معايا فلوس هرجعهم لك على طول. ترجعهم لي ده ايه؟ ده انت زي سعيد ابني. هو سعيد مش بيرجع في الفلوس؟ ربنا يرزقك ويرزقه. اوكي. مع السلامه. ثانك يو. سي يا. صباح الفل يا سعيد. صباح الفل يا سمعة. اتفضل. هو سعيد اتفضل فين؟ احنا متاخرين. يا عم الكلام كده وخلاص. عزومه في المراكبيه يعني. اوكي. ايه ده، مش دي السكوتر بتاعت باباك سعيد؟ هي. هو مات وهي لسه عايشه. اوكي. صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا فاروق. والنبي عايزك تجيب غالي الانبوبه يا سعيد. عينيا الاثنين. تسلم عينيك يا رب، يخليك ويكفيك شر المرض يا رب. ايه سعيد، ماتت هي كمان ولا ايه؟ صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا عم سعيد. اتفضل. بس سعيد مش فاضي، فانا قلت اقول بداله اتفضل. امسك كده. ايه ده، انت ايه حاطط فيها المدرسه؟ امسك يا سعيد. هات. ايه ده ايه ده ايه ده سعيد، ايه ده بتعمل ايه؟ ده الكتاوت. كتاوت؟ تقصد الكتاوت كده بالطوبه سعيد؟ يا عم ماشي بالبركه. ازاي بتعمل كده؟ دي مستحيل تشتغل، انت اكيد بوظتها سعيد. نو واي تشتغل. اشتغلت. واو ازاي كده؟ اجري يا عبيد، اجري عشان الحق سعيد. سعيد سعيد استنى. كويس ان لحقتك. خد عبير معاك عشان الكروس المدرسه فاتها. ها عشت يا اخويا، خلي بالك منها واكلها. انا الاثنين ام عبير. ايه ده ايه ده سعيد، الكلام ده حقيقي ولا عزومه في المراكبيه؟ عزومه مراكبيه يا عم، انا البت ركبت اهو. طب انا اركب فين؟ يا عم بسمه هنا بكافي 100. اركب وسعت لك اهو. بس كده قال لي يعني مش قانوني كده سعيد. يا عم خليها على الله. حماسة امسك كويس. ها امسك كويس لحسن تقع. حماسة شفت كان عندي حالة، ما قلت لك خد بالك هتقع. السفير بعت للجهات الامريكية هناك. مظبوط. اعتقد ان الموضوع هيتأخر شوية. شيت. المشكلة ان حضرتك خرجت من امريكا بالباسبور المصري من غير ما تثبت فيه الجنسية الأمريكية، فبالنسبة لهم حضرتك ما خرجتش من أمريكا ولسه هناك. والله أنا لسه هناك فعلا. طب وأنا عايز أرجع ليه لما أنا لسه هناك؟ أنت عارف الموقف بعد أحداث 11 سبتمبر، وخصوصا إنك من أصل عربي. عموما سيب رقم تليفون نقدر نوصل لك عليه. أوكي. 012. إيه؟ مصري. عملت ايه؟ قالوا لي هنبقى نتصل بيك. طب ايدك معايا ايدك معايا. هو صحيح اللي بيترفضوا في السفاره دول ناس زباله؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها ناس زباله سعيد. امريكا مش بتفكر كده، دي حجه بس بيطلعها الناس اللي هم بيترفضوا. اصلي اترفضت 3 مرات قبل كده. عشان انت زباله يا سعيد، انت ازاي تعمل كده في الشارع؟ معلش اصلي كنت محصور ومفيش حمامات في الشارع. دي حجه بيطلعها الناس الزباله اللي زيك. ازاي تعمل كده في الشارع؟ ار يو كريزي؟ معلش يا مصري معلش. ازاي كده؟ انا فعلا مش مصدق مش مصدق. ركب ركب ركب. اوه شيت ويت. ايه ده؟ ايه ده ليه بيشخبط في الباب بتاعنا ده؟ ده النجار. النجار. اوكي النجار هنا عندكم شخبط عادي؟ اوكي شخبط هنا شويه. واو This is amazing! Oh! بسم الله عليك! I'm fine, I'm fine. ايه ده؟ ليه عملته كده؟ ده طلع منها كمية تراب رهيبة. انت مين؟ انا نوسة. وايه كده ليه عجزتي نوسة؟ خدي ام سعيد اديها بدي كده ممكن ترجع شباب تاني. ايه ده؟ كده لبخت الارض؟ اتفضلوا هبونا عشان نقدر نخلص قبل الفطار. يلا اتفضل. ايه ده؟ لحم وفراخ وحمام؟ ايه ده كله صحيح؟
هو احنا مش هنفطر بكره ولا ايه؟ مش عندنا ضيف، وبعدين هو فين؟ ده المغرب قدك. مش ده المغرب ده، انا سامعه. عنج 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 ايه يا ابني اللي تعامله في نفسك ده؟ روح البس حاجه احسن تاخد برد. برد؟ هو اللي همك انه ياخد برد؟ روح البس حاجه قبل منصف ما يخرج من الحمام. اوه منصف ده انا نسيت. اتحجبت زي ما انت قلت لي اهو. ها المهم يبقى على اقتناع الشومين وتخلعه. مبروك. اول سلم بقى. ماما عسلك الطبق ده. يوه عزيت من الطبق ده. اه صحيح، مش الطبق ده كان برضو المره اللي فاتت كان هنا ونزل تحت باين صح؟ الطبق ده طالع نازل من اول رمضان لغايه اما نسينا هو طبق مين. طب ممكن واحده؟ لا لا تسد نفسك، كل الحمامية دي الأول وبعدين هديك واحدة. أنا الحمد لله شفت يا أم سعيد، أنا حمام تحفة تحفة تحفة. أنا هقوم أغسل إيدي بقى. أنا جعت تاني أصلي، الحمام بيجوع قوي. في في مزون؟ لا لا جع تاني. الحمام بيجوع جدا قوي. وادي يا سيدي القهوه اللي احنا هنقعد عليها. اوكي ايه ده سعيد اللي قاعد على القهوه ده؟ انا عارفه. لا 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 ايه ده، مش ده اسمه عم بلال اللي ساكن هنا معانا في العماره؟ ايه ده انت افتكرته ازاي؟ هو صح. اه يا كبر جدا، مش هتصدق انا افتكرته ازاي. ازاي؟ انا افتكرته من حواجبه. هو نفس القعده دي كل يوم وبيقرا نفس الجورنال وغالبا نفس العادات. جود ايفنينج. اهلا. ازيك يا عم بلال؟ انا مصري، انت مش فاكرني؟ مش لما تفتكرني انت الاول. وبعدين انا اسمي هلال مش بلال. هات لك كرسي واقعد. اكسكيوز مي. اهلا يا مصري، عرفت انك انت وصلت بالسلام. يا بقى مش فاكر عمك هلال يا هلال؟ ده انا اللي مطهرك في ايدي. تضحك على ايه؟ ما انا مطهرك انت كمان. ازيك يا مصر؟ فاين ام فاين. ازاي يا ابو؟ اه عم هلال ماي داد ميت دلوقتي، كان نفسه يجي يعيش هنا في اخر ايامه بس ما لحقش بقى. انا بستغرب على الناس دي، الواحد منهم يهاجر ويضيع عمره بره وفي الاخر يقول انا عايز اركع بلدي عشان اندفن فيها، كأن البلد دي قرافة كبير. الله يرحمه كان راجل طيب. ما قلتليش بقى ناوي تدفن هنا ولا بره؟ انا من ساعة ما جيت وانا متبهدل على الاخر خالص، عشان كده ناوي ارجع همشي. لما تمشي يا اخي حد ماسكك؟ انت ماسكه يا سعيد؟ مش ماسك، امشي براحتك. ولا اقول لك امشي انا. السلام عليكم. ما تزعلش منه يا مصر، عادي يعني، هي جت عليه هو. هو بقى بيعمل ايه دلوقتي؟ زي ما هو على حطه ايدك، عنده الاستوديو الكبير بتاعه واللي في التحرير. تشرب شاي مصري؟ اوكي بس سكر دايت. اتنين شاي سكر برا. برا ايه؟ انا بشربه بسكر دايت سعيد مش برا. والله وحشت يا مصر. قولي بقى عامل ايه في المصيبه اللي انا فيها دي دلوقتي؟ يا عم ما تقلقش، هنطلع لك رقم قومي في باسبور وتروح تاخد الفيزا وتسافر على طول. الكلام ده هياخد وقت؟ طيب كله دلوقتي بيكون خش عليه على طول، تكتفه في اي حاجه، في السرير في الكرسي في الدولاب في اي حاجه، وزي ما دخلت هتخرج. يلا. انا مؤاخذة انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا طبت عن سرقه البيوت والنط في الفلل. وطوبه مش عاديه دي، طوبه نصوحه. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق جاي تحت الفيلا تقولي الكلام ده؟ ها؟ وتشال ايه؟ في المخدرات دلوقتي.
انسى المخدرات وارجع حرامي ثانية واحدة. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنة وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا؟ حاول، هتحضر ماجستير في عالم المخدرات. انسى الحكاية دي وخليك بقى حرامي. امسك. طب افرض اتمسكت. تتمسك؟ اتمسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقربك. اعترضني من اسمي؟ ده انت كده وانت كده، ده انت غبي. يعني ايه اهربك بالاسم؟ خلاص خلاص خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من حد يطمين يا حسره اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم ايه مالك؟ انا ما عارفين. بقول لك اي الم انت كده هتروشنا يا عم سالم. انت جاي مضروب خلقه في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ نزل السكينه. ايه ده؟ هي جريمه قتل. اجري انا اجري، مش عاوز انا عالم المخدرات وعالم النيله. سألت ايه؟ حرزني سكينتي كهربية. بابي يا بابي، في حرامي فوق، شفته بينط من برغولة عمر. حرامي؟ انتوا متأكدين؟ انا شفته بعناية دي. شفتك من ايه الازاكي؟ ايه يا جماعة صوتكم عالي؟ خير؟ في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ الحق بلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب الطبنجة بتاعتي. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل حرامي سرق وهرب. مال اللي اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحة امك بيك يا بنت. زكي اطلع بسرعة يا زكي. زكي ايوان الحق يا زكي. ايوان اطلع بسرعة، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي زكي الحقنا يا زكي. ايه 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 في ايه؟ في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي ادي له كشاف يا مندا. شوفيه زومبري. هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيد. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. رامي انا الحقيقه انا ما كنتش يعني ما كنتش عايز اطلع، بس قلنا الجماعه تحت مصرين ان انا اطلع، قلت اشوفك جايز محتاج حاجه ولا بتاع. رامي اوعى تتحرك. اوعى تتحرك. سبحان الله، ده انا واقف بقالي ساعه بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا؟ ده يعني ما شاء الله عليك. وانا مش حرامي عادي. ايوه وانا برضه هسرق عادي. اتفضل نورني كده. اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه، ادي الساعه، وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي عنوان البيت يعني، وما تعرضش نفسك مخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه غلط عندك. غلط عندي؟ تزرفني؟ تزرفني؟ اجيب لك الحاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش. تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ بزكي قدها ودود، بسعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوفه هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. شفت جرام بروبلام كاسك اليار. عندك مزروع في الجنينه. انا هروح اشوف سكينه النور اللي يكون فيوز ضارب ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوة بومي. ايه يا ابني انت ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الربطه السودا دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش كنت تبت؟ تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك، عارفه؟ لقرع؟ ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو مفطمني على كل حاجه يعني. هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني ما انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو. وانت كمان والله تتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اوسد، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي. عيب يا جدع انت، ده انا زودها لك. لا يا عم، هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوسه يا والله وحش. بص هو انت مربوط كده؟ عادي. ماشي. بيت زلومتك يلا. بس افرض انا كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه، رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم ايه؟ ده انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم؟ مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفن جاي تسرق خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700 هي في 200. يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي. اطلب كمان، قفلهم لباكو.
كنت ربطت رب كمان عايز اتوب. ما كنت تبت من تانية ألم وريحتني. كفايه زكي يا ابني، يا بختي من ايدي الوعيف دي كده خسارة. خسارة؟ قصدي خسارة في الضرب. ولو كفايه هو مال سايب خلاص، انا هوديه الاسم بايديا. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجه. ها انا مكتفولك 600 حته اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبه، اتنطط. يلا يا اخويا يلا. برافو عليك والله يا زكي، انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه، كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي عليك في المكتب. يلا ننام. وانا مش هنام ولا ايه؟ ماشي. ها اتفضل. ايه ده؟ دي مكافأة عاملها لك خير ربيع علشان مسكت الحرامي. طيب ما انا قبضت بالحرامي. نعم قبضت على الحرامي، يعني انا قبضت على الحرامي. وبعدين انا ما اقدرش اقبل حاجة زي كده يا جماعة، ده واجبي، ده واجبي. خد يا زكي خد، دي حاجة بسيطة، حوافز يعني. مش عارف والله يعني اقول لكم ايه يا جماعة. يا نهار اسود، كل دي فلوس؟ انا يعني حضرتك ما تعرفش انا كنت محتاج الفلوس دي قد ايه. اصل انا عندي اخت كبيرة على وش جواز، وامي ست كبيرة ما بتشتغلش. امك؟ امي. ايه مال ابوك فين ان شاء الله؟ عنده شلل اطفال؟ لا انا اصله ابويا ايدك منه القبر. ابوك؟ اصل ابويا راجل صاحب كاس، كل يوم يرجع لنا وش الفجر سكران طينة ومضروب كمان. ابوك؟ هو يا سالم، هو انت تعرف ابوك؟ لا يا فندي ما اعرفوش، وده اللي هيجنني. بس واضح من كلام الفندي ان ابوه راجل ند، مش كده؟ عم سالم لو سمحت، انا ما بحبش حد يشتم ابويا. الله معلش. خلاص يا زكي اتفضل انت دلوقتي. ماشي يا فندم، ومشكرين قوي على الفلوس الجميله دي. سلام عم سالم. سلام عم سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. بحبك انا، بحبك. على اذنك يا خير ربيع هروح الحمام لحسن، تعبان قوي هموت. لو استنيت اكتر من كده هنقط من كل حته، قصدي هجيني فوق طاوله واقف. على اذنك. ايه ده؟ اخير يا قليل. طب هفهمك هفهمك. فهمني. طب ده انا هاكلك. طب هديك 100 جنيه. انت مجنون، انا اجن منك. طب خد الفلوس كلها. هاخد الفلوس اوريك ان انا هاكلك. يا خيرت بيه، يا خيرت بيه. يا اسكت. خد تعال اقول لك حاجه. خد يا البطيخه اللي جنبك دي، هتولد امتى؟ كلمنا بابا. ايوه مراتك في الشهر الكام؟ بابا بيقول لك انت في الشهر الكام. ما بعدش يا جيمي. ازاي ده انت عديت ال11 بتهالي. يبقى خدها اديها للدكتور، شوف العطره جايه منين. حاضر يا بابا. السلام عليكم. اهلا بابا زكي. جه يا اولاد اللي بيصرف علينا. جبت جهاز اختك يا زكي ولا دي ازايز خمره الباباك العربيد اللي بيبات في البارات؟ خلصت؟ لا ما خلصتش. انا نفسي اعرف فين الست والدتك الكبيره في السن اللي ما بتشتغلش. ماما ماتت يا بابا، انت نسيت ولا ايه؟ هنا ماتت وهناك بتسرح بالراجل يا قريب. خلاص بقى اقعد بقى بابا. انت كل شويه هنقعد نجري. صح عليك. اقعد بقى. ده انا جايب لكم حاجات حلوه قوي، حاجات كتير قوي، كل المستلزمات دي. شويه حاجات ايه يا اسريه اللي انت كنت كاتباها في ورقه على الثلاجه، شفتي انا فاكر ازاي؟ ماشي. ودي ايه؟ ودي بص. ودي بص يا بابا، دي عشانك. ايه ده؟ ايه؟ عشان مين دي؟ ايه ده؟ لا دي مش عشانك، انت كبرت دلوقتي على الحاجات دي خلاص. جبت لي ايه يا زكي؟ زكي هنا، انت راخر ركز شويه. بص دي بقى يا جيمي، بص ده، بص عشان انا ايه فاهم كل حاجه. بص ده عشان ابنك ان شاء الله باذن الله. بص حلو ازاي. وبابا جبت لك بابا يا كاكا. كاكا يا بابا. يا سلام، يعني سبت الفاكهه كلها وما جبتش الا كاكا. بلاش الكاك، جبت لك حاجه تانية. بص دي، هو انا كنت فاكرها دوم، سالت عليها قالوا لي دي حاجه اسمها ايه، كيكي. كيكي؟ ايوه كيوي. كيوي كيوي يا ابو جهل. سبحان الله سبحان الله. بص بقى جبت لك ايه، نضاره بربريز في مي. خد. مش عاوز. اتفضل بقى. قلت لك مش عاوز منك حاجه. شكلك مكسوف. بس بقى خليها. طب خليها. خد الجراب ده بقى. سيب
ممكن تقبلي الولاعه دي هديه مني؟ ايه ده؟ اعمل بيها ايه؟ اكيد مش هتحمري عليها عيش يعني بدل الكبريت وكده. انا ما بشربش سجاير. اه امال عب السجاير اللي تحت البلكونه عندك في الاوضه دي تبقى بتاعت مين؟ دي تلاقيها بتاعت عم حسنين السواق. حسنين السواق؟ ايه ده، هو عم حسنين السواق بيحط روج برضو؟ بقول لك يا زكي، لا ايه ده ايه ده، روح انا مش خارجه النهارده. اروح؟ اه طيب، انا كنت بعت لك رساله امبارح على المولودي. ارضيها؟ ايه مولودي ده؟ المولودي مش اللي انت بتتفرج عليها دي؟ مش دي المولودي برضو؟ امشي امشي. طيب حاضر امشي. لو ما دفعتش ثمن القهوة اللي شربتها، لو ما غسلتش كل هدوم اللي وسختها، انت على عمر. صباح الخير. صباح النور. هو حضرتك اخته؟ لا انا ساره صاحبه اخته. اه ما شفتكيش قبل كده. عمر غمض عينيك. فتح بقى. الله حلو قوي ده، شبه كيتوس بالظبط. شفت؟ معلش انا ما قلتلكش واحد جديد نوفي، فجبت لك واحد مستعمل، بس هو مش ماشي كتير يعني بياكل ويقعد على طول. يا مندا مندا، اصل طلبت منها النسكافيه ما جبتوش لغايه دلوقتي. هتسميه ايه بقى يا عمر؟ هسميه زكي. زكي؟ حلو حلو، اسم لطيف يعني وجديد برضه. طيب انا هقوم بقى اجيب له حاجه ياكلها. ها امسكوا جامد لحسن يطير منك. بعد اذنكم. لا بتهرج. هاي شيرين. هاي بابي، ازيك؟ كنت بتكلمي مين؟ لا ده رقم ما حدش بيرده. وبعدين حضرتك ايه اللي جابك بدري؟ ايه ريحه السجاير الوحشه دي؟ هاي زكي، ازاي؟ انا طالع فوق اغير هدومي ونازل تاني. يا ريت تقول لعم حسنين يجي يتغدى بسرعه. اخبار عم حسنين ايه؟ لما انتوا مش قد السجاير بتشربوها ليه؟ ها؟ تشربوها ليه؟ على فكره دي مش علبتي. امال خدتيها ليه لما هي مش علبتك؟ ماشي يا خيرت بيه. ايه ده، انت فضيحه لما بتصدق. اعترفوا بقى اعتراف بالحق فضيله. وبعدين ايه الولاعه البيئه دي؟ ولعتي كانت اشيك على فكره بكتير. على العموم ميرسي. ماشي يا خيرت بيه. هنعمل ايه يا زكي؟ انت بتكلمني انا ولا بتكلم الكلب؟ بكلمك انت. انت اللي هتعمل. لا يا عم. لا يا عم، خليك كده خليك كده جبان. انا مش فاهم انت خايف من ايه يعني؟ ها، خايف من ايه؟ هيحصل ايه؟ بص يا عمر، انا عايزك تبقى شجاع، تبقى راجل كده مال وهدومك. عايزك زي الاسد، اسد واقف وبمنتهى الصراحه تقول له بابا انا عندي كلب تاني في البيت. يا عمر احنا مش كنا اتفقنا في الموضوع ده وخلصنا منه؟ انما انا اللي غلطان، انا اللي سايبكوا تعملوا اللي انتوا عاوزينه. انت ايه اللي خلاك تقول له بابي؟ بس بقى، بس عشان كنت هتودينا في داهيه. انا قلت لك بابي هيزعل وانت مش مصدقني. قعدت اقول له بابي هيزعل وهيتضايق وما بيحبش الكلاب، قعد يقول لي لازم اقنعه، لازم ابقى راجل، لازم ابقى اسد، كلام كده كله مليان حيوانات. بس مين اللي جاب الكلب ده؟ شيرين؟ ايوه شيرين اللي جابته. بس ده مش موضوعنا يا باشا. المصيبه دلوقتي ان في كلب في البيت. الكلب ده لازم يتصرف حالا. طمن حضرتك انا هتصرف. هات الكلب ده. اتفضل اطلع على اوضتك. حلو كده؟ حضرتك متضايق ليه يعني؟ في حد يتضايق من كلب يا فندم؟ ده حتى القافله تعوي والنساء تسير عادي. وبعدين حد يتضايق؟ بص يا فندم، ده حاجه تضايق منها؟ ده حتى شبه الليفه المحروقه. هو اللي ناقصك يا جدع انت؟ يا خرب بيه، ده ما بيكبرش، لحسن تكون فاكر انه هياخد حيز ولا حاجه. وبعدين بص، ده بيمشي. بص بيمشي ازاي؟ شيله من على السجاده. ما تخافش حضرتك، هو لا يمكن هيعملها دلوقتي، اصله لسه عاملها على السجاده اللي فوق. زكي يا عمر كان مرتبط قوي بالكلب اللي كان عنده، وتأثر نفسيا جدا لما مات. قصدك لما اتقتل؟ عموما انا هرجعه من مكان ما جبته. يعني هو انت اللي جبته؟ ايوه انا اللي جبته، بس هرجعه. يعني يا خيرت بيه، انا مش صعبان عليا حد غير عمر. ده زمانه قاعد يعيط في الاوضه دلوقتي. وبعدين فيها ايه لما يبقى عنده حته كلب صغير زي ده؟ مش احسن ما يشرب مخدرات؟ مخدرات؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ايوه الادمان ملوش سن، الادمان يدق الابواب في اي وقت. انا هرجعه.
يا عيني يا عمر يا زكي. أيوان هو مفيش لون تاني غير الأسود ده. في أسمر. أوكي أنا موافق، بس على شرط الكلب يفضل في الجنينة، ما يدخلش من باب البيت. مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا خير ربي. إلهي ربنا يكملك ببدلك، ربنا يقدرك وتخلص السيجار اللي في إيدك يا عمر. عمر بابا وافق على الكلب، بابا وافق على الكلب خلاص. لو مش كده وبس هيخليه يقعد معاك في الأوضة كمان. أنا اللي خليته وافق. صباح الخير. انت بتعمل ايه هنا؟ انا بيت هنا من امبارح. انا قلت اجيبك من اول الخط عشان ما تعرفيش تزوغي تاني. اتفضلي اهو مكان اهو يا زكي. يلا بسرعه انزل احجز المكان ده قبل ما عربيه تيجي تاخده. طب يا بنتي ما تركني جوه يا بنتي، دلوقتي النادي هيبقى زحمه. يلا بالمكان يتاخد. طيب اوكي اوكي ثانيه واحده. على مهلك على مالك وانت ناجح. اركن انت واحد. والله حرام عليك، انت اللي بهدلهم طلعني. يا ليس شيرين، يا ليس شيرين، يا ليس شيرين. رايح فين يا استاذ؟ حضرتك انا مع الانسه اللي لسه داخله دلوقتي حالا قدامك. الانسه شيرين. لا شيرين ولا 21 ولا 22. لا شيرين ولا ايه؟ ولا 21 ولا 22. عجبتك؟ دي حلوه جدا. ربنا يخليك، ده انا كل يوم بقولها لها كده وما بتضحكش، محدش بيضحك عليها خالص. بتعالى كل يوم اقول لها بتضحك كده. ربنا يكبر بخاطرك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. واسمك كريم ايه ان شاء الله؟ عابدين. ولا واحد وعابدين ولا اثنين وعابدين ولا جديده دي. ده جنابك شربات. ربنا يخليك، ربنا يخليك. قول لي بقى اخ عبدين، انا هي دخلت كده اخش انا كده في شمال ولا؟ لا انت مش تخش شمال، انت تطلع يمين وتطلع دلوقتي حالا. يلا من هنا، يلا اطلع بره. والله انا هموت واشوف زكي بتاعكوا ده. امال لو ما جاش معاكوا ليه؟ مين قالك ان هو ما جاش؟ امال هو فين؟ زوغت منه عند باب النادي عشان يحرم يتحداني. والله حرام عليكي. كل ده عشان نطيت من على السور؟ هو انا نطيت سور اسرائيل ولا ايه؟ انا مستسلم، والمصحف الشريف مستسلم اهو. تحيا مصر. ده زكي. زكي زكي مين؟ ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ ما انت دخلتي وسبتيني. قمت نط من على السور؟ وانط من فوق السد العالي كمان. انت مسؤوليتي. طب يا جماعه يلا ننقله على العياده. لا لا انا اسفه يا زكي قوي. ألف لا بعد، لا بعد الشر عليك من الأسف. يا عم قوم بقى، أنت تعمل لنا فيها حمامة. مين الدبدوب ده؟ قوموني. أيوة الراحة. بس خلاص أنا كويس، أنا كويس. سيبوني كويس. سيبوني. إيه يا زيكو مالك؟ إيه بتوجعك كده؟ بتوجع بتوجع. طب وكده؟ بتوجع برضو جامد. ده أنا واضح إن أنا نزفت كتير قوي. معلش. عارفه لولا ان انا دراعي عريض شويه وانا كمان رحت منشف ايدي كده الرصاصه جت ضربت طلعت كده، كان زمانها جت في مخي. ما انا خدت بالي. طب بص هحط لك ميكروكروم. لا ميكروكروم لا انا ما بحبوش. ليه؟ طعمه وحش قوي. هو انت بتشربه؟ مش بتشرب الميكروكروم يا شيخ؟ خضتني عليك. خضت عليا، خضت عليا، خضت.
ايوه بس انت ما قلتليش برضو يعني انا البس ايه في المشوار بتاع بالليل ده؟ البس بدله؟ بدله ايه؟ احنا رايحين نسهر كاجوال يعني. كاجوال؟ طب انا يا دوب الحق اوصلك بقى واروح اجهز نفسي. تجهز نفسك في ايه؟ جهز نفسي لايه؟ انت فاهمه ان الكاجوال ده بالسهل كده مش لازم ترستا، ده انا هشرفك. اركبي. ايه اللي انت بتقوله؟ شفت الرواشه؟ ايه يا ابني ده؟ ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ سبايكي، عامل سبايكي. عامل سبايكي؟ وعامل شعرك كده ليه؟ ايه؟ عشان جيلو. حاطط جيل يعني عشان بيقع على عيني. الناس دي بتسقف ليه؟ ده كاريوكي. بس المكان ده مش قد كده على فكره. انا لو اعرف كده كنت جيت عادي على فكره، ما كنتش عملت سبايكي ولا حاجه. اها، المكان ده مش قد كده. ها؟ امال ايه؟ طب يا استاذ سبايكي، ثانيه واحده بقى. اتفضل. اوعى الكاريوكي يعضك. في هنا شاي بلبن؟ ها؟ ايه يا عم؟ بقول لك ايه، عندك اغاني ايه صعبه؟ عربي ولا اجنبي؟ اي حاجه ان شاء الله يا باني، انا عايز الاغنيه اللي غناها ما اعرفش اغنيها تاني. يا عم انا عندي اغنيه مهيبره. صح كده. بقول لك ايه، شايف الجدع اللي قاعد هناك ده؟ اه. انا عايزك بعد كده تروح تدي له المايك. قول لي اسمه ايه وانا اروقه لك على هوا. اسمه زكي. فول. قشطه عليك. بس عاملين شويه تتلس في التفاصيل هنا، حلوه قوي قوي. عايز اسمع يا جماعه سقفه كبيره قوي لزكي اللي هيغني لنا اغنيه روشه قوي قوي النهارده. فيكو طب عندك اغنيه قوم بالليل لا قوم بالصبح؟ لا قوم بالليل لا قوم بالصبح، انا قوم بالليل لا قوم بالصبح. قوم بالليل لا قوم بالصبح، قوم بالليل لا قوم بالصبح. طب سمعني احلى صدى صوت بقى. واحد اثنين ثلاثة. ايوه اسمع اسمع. يلا معايا اسمع. شفت الواد ابو جل بشعره اللي مبلط في الديسكو؟ شفت شفت. طب شفت البت بتاعتي الواد ابو جل بشعره اللي مبلط في الديسكو؟ انا شفت. شفت التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل بشعره اللي مبلط في الديسكو؟ اه يا ديسكو. طب شفت القط بتاع البت بتاعت الواد ابو جل بشعره اللي مبلط في الديسكو؟ هلو ايفري باديز اي ام ديفرنت. شفت القط اللي عمل التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل بشعره اللي مبلط في الديسكو؟ بيقول ايه ده؟ شفت الواقف جنب ابو خالف اللي جابه رسامين تاتو اللي بم القط اللي عمل التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل بشعره اللي مبلط في الديسكو؟ ايوان ايه يا عين قوم بالليل لا ويا عين يا سين يا صار جبار. الجلة هشتكى من شعر وشعر هشتكى من جل. انستوينج 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 كار كارجو كارجوس كار. فقال له قال لهم زيكو. يا نهار اسود
اللي انت عملته ده؟ خش تعال عايزاك بقول معلش 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 تعال بقى يلا عشان عايزاك ها؟ يعني انتوا عايزين تطلعوا رحله شرم الشيخ؟ ايوه. اه وافهم من كده ان انت عايزاني اقنع بابا ان انتوا تطلعوا رحله شرم الشيخ؟ ايوه. وشرم الشيخ دي بلد طبعا؟ اه طبعا بلد. بلد شرم الشيخ دي اللي هي في الغردقه باين. في الغردقه؟ دي محافظه ودي محافظه. طيب خلاص خلاص اخر سؤال، امتى اخر مره طلعتوا الرحله دي؟ من سنتين. من سنتين؟ الساعه كام بالظبط؟ ايه الاسئله الغريبه اللي انت بتسالها دي؟ ممكن تقعد بقى عشان انت خيلتني. معك حق، انا كمان حاسس ان انا دخت، بس انا مش هقعد على الكنبه دي لاني بخاف منها، اصلها شبه البوزه، هنقعد هناك احسن. طب ليه حاسه ان باباكي ممكن ما وافقش ان انتوا تطلعوا الرحله؟ مش عارفه، بابا بقاله فتره معيشنا في حاله رعب، بيعملني زي عمر، بيعملني زي الطفله، مش قادر يقتنع ان انا كبرت خلاص. زيكو زكي، ايه ده تعبت ولا ايه؟ قوم. ايوان ايوان ايوان. اه ايه ده، ده انا حلمت حلم خير لما اجعله خير، ان في ناس لابسه ابيض في ابيض ونازلين البحر، واضح ان هم رايحين شرم الشيخ. اه ده احنا. اه خمس دقايق بالظبط بقى، ايه اريح شويه وبعدين اقوم اكلم خير ربي. ايه ده قوم. الو، بقول لك ايه، عايزك تفسح الخبر الاجانب دول 3 ايام في الاقصر على بال ما اجاوبك انا. احنا طالعين شرم، هتيجي معانا ولا مش جاي؟ وبعدين هاي زيكو بابي وافق؟ عندي 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 جامد. الحقيقه ها ايه، انا حاولت معاه لكن رفض. انا كنت عارفه، انا بذلت قصارى جهدي. هو طب خلاص خلاص سيبني يلا دلوقتي لوحدي. مش هتخافي تقعدي لوحدك؟ يا اخي بقى بره. لا 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 لا. على فكره على فكره انت مالكيش امان خالص. عموما احب اقول لك بابا وافق. لا 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 بتهرج. لا لا انت بتهرج. وافق والله؟ لا بجد والله وافق. اتكلم بجد. اه والله انا بموت فيك. إيه؟ بجد بجد ميرسي قوي. على ايه؟ ميرسي بجد، مش مصدقه بموت فيك. زيكو سوري انا انتي عندي البحر اصلا ما يرضاش يبصلك. بقولك ايه، ما تيجي نتمشى كده شويه. اوكي يلا. ايه على فين؟ اروح نتمشى شويه، عندك مانع؟ لا ابدا خالص، يلا بينا يلا بينا يلا نتمشى يلا ساره يلا عم يلا تفضلوا تفضلوا. هو عمر وزكي اتأخروا ليه؟ يا بنتي ما تقلقيش زمانهم جايين. تعالوا نقعد تعالوا نقعد. احنا باين علينا تهنا ولا ايه يا عمر؟ مين دول؟ دول بلطجية. بص يا عمر انا عايزك تعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ها ارفع ايدك، قلت لك زي ما هعمل بالظبط تعمل. الناس دي عايشين عيشة اخر روقان،
صحرا وجبل ورقص وحاجة زي الفل. مفيش حاجة تانية لفتت نظرك؟ ايه؟ حاجة تانية؟ حاجة تانية زي ايه؟ لا خلاص مفيش حاجة. طب بقولك ايه، انا هقوم عشان اجيب اكل. هتجيبلك اكل معايا؟ لا مش عايزة. طيب اعملنا انت شاي بقى قبل ما اجي. ها اهو، مش حرمك من حاجة اهو. موتوسيكلات تلاقي، جمال تلاقي، حرامية تلاقي. اوبس، مفيش بعد كده اهو. هنتكفي على وشنا ولا ايه؟ ها يا سلام. يلا صل انزلوا. الف شكر، تروحت فين يا ريس؟ الف شكر يا ريس، ربنا يخليك. مش عارف من غيرك كنا هنوصل ازاي. تكرم عليك، اكل الجمل ده احسن شكل وتفترس. السلام عليكم. ايه ده اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده؟ عمر صمم بقى، والتصميم اراده ان احنا نرجع نغير ونلبس كده يعني عشان نبقى لاقيين على الجبال، ولا ايه يا شيخ العرب؟ انتوا اتاخرتوا كده ليه؟ قلقتوني عليكم ليه؟ ده المنطقه هنا امان جدا، ما فيهاش صاروخ من يومين. شوفك لابسه فستان، وعلى فكره اللون الاسود عليك حلو قوي. ميرسي يا زكي. اصل انا بموت في الغوامق. ايه ده، انت اول مره تشربي شاي؟ ايه انت؟ ايه اللي في الادب دي؟ ايه البواخه دي؟ ده الشاي بتاعي. ده الشاي بتاعنا. ايه اللي الشاي بتاعك؟ بتعملي الشاي ده؟ ده حازم. شفت اهو. طب انت معاك شاي واكل؟ هيبقى معاك الاثنين. لا طب هات الاكل. خد اهو، ده ستر، انا باكل ورك. هات امسك. اقعد على الارض بقى. هلا، شلونك؟ شخبارك؟ شحوالك؟ شلونك؟ شو مسوي؟ جبالك تراوك؟ ما تردش عليا ليه؟ ايه الخروف ده؟ خروف ده صح؟ تردش برضه. ده ايه، بتشفوه ده ولا بتعذبوه؟ ايه، مفيش كلام في الصحراء ولا ايه؟ ماشي، ما تشوي بقى، اديني حته. على فكره يا شيخ، لازم ارجع مصر النهارده ضروري. ليه، حصل ايه؟ لا ما حصلش حاجه يعني، تتخض بس. المفاتيح الخزنه معايا وبابا عايز منها حاجات مهمه يعني. طب ما تبعتها بالسوبر جيت. بقول لك مفاتيح خزنه، ابعتها بالسوبر جيت ازاي يا شيرين يعني؟ ما خلاص يا حازم، روح بقى، اعمل لك ايه يعني؟ هو انت كل حاجه تزعلي بقى؟ خلاص انا هروح واجي بسرعه مش هتاخر. خلاص هاتي التحصيل واجي. ايه مالك؟ هو حازم ما خدش باله من الفستان ولا ايه؟ لا ده عجبه قوي الفستان، وحتى قال لي انا اول مره شفت لابسه فستان وعجبه اللون الاسود عليا. شيرين، ايه ده انت لسه صاحيه؟ انا افتكرتك نمتي. راحه فين؟ مفيش، مخنوقه قلت اتمشى شويه. وانا كمان حاسس ان انا متضايق قوي. طيب ممكن اجي اتمشى معاك شويه؟ ايه، اجراءات امنيه برضو؟ لا لا عادي، انا برضو حاسس ان انا مخنوق. واضح ان الاوضه اصلها مدهونه جديد، فريحه الحيطان زيت جامد قوي. اتفضلي. طب ثانية واحدة بس، أجيب الجاكيت لحسن الجو ممكن يحرر فجأة. أوكي. ثانية واحدة. آه.
جاهز. تحبي تتمشي يمين ولا شمال؟ اوكي يمين. اوكي تفضلي. شكلك بردان، تاخدي جاكيت؟ لا بالعكس، ده الجو حلو قوي. ماشي اوكي. ها كنت بتسمع ايه بقى؟ عربي ولا فرنجي؟ عربي ولا فرنجي ايه؟ كنت بتسمع ايه؟ انت كنت عامل دوشه في الاوضه. اه من شويه دي اغنيه لعمر ودياب. عمر ودياب؟ اه. وبتحب تسمع ايه كمان؟ بحب اسمع محرم وفؤاد برضو. والله؟ طب ما تسمعني حاجه. اسمعك حاجه؟ اه. لا ما ينفعش. لا عشان خاطري. لا مش هي اسمعك حاجه. ازاي كده انت عايز تزعلني؟ لا مش زعلك، بس ما ينفع، انا صوتي مش حلو اصلا. لا 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 يبقى انت مكسوف. لا مش مكسوف، بس يعني ازاي؟ عشان خاطري ولا لا؟ يلا بقى، يلا يلا يلا. مش هينفع. انا متضايقه عشان خاطري. طب ده ليها اغنيه كده كنت بسمعها صغير اللي هي ها اللي بتاع اللي بتقول لو 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 دي اللي هي مش هينفع اصلا. يلا بقى. اللي هي بتاعت لو 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 كان الامر امري، لو كان في شيء في يدي كنت اقدر اشتري لي جزيره. انت بتعمل كده ليه؟ مش قلت لك انا مش صوتي مش حلو، بس برضو انا بحب في اغنيه برضو كنت بحبها قوي اللي هي بتاعت سمير وصبري. والله اه اللي هي بتاعت سكر حلوه الدنيا، سكر سكر حلوه الدنيا. اقول لك على حاجه حلوه قوي كنت بعملها وانا صغير. لا بس والنبي ما يكونش زي الكليب اللي عملته من شويه. لا 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 مش عجبك. بصي بصي كده في السماء فوق قوي، ها، واسمعي صوت البحر في نفس ذات الوقت. في نفس ذات الوقت بالظبط. حاسه بحاجه؟ لا وانا دي مشكلتي من وانا صغير، عمري ما حسيت بحاجه. قلت اقول لك جايز. انا حسيت بحاجه. ايه ده؟ انا عايز اقول لك حاجه كده بس متردد. لا لا قول. انت عارفه ان انت ليكي اربع ضحكات؟ ازاي يعني ليكي ضحكه كده اول ما بتصحي من النوم، وليكي ضحكة تانية بس من غير ما تزعلي مني. لا لا مش هزعل. لما بتكذبي. أنا بكذب؟ كلنا بنكذب. زي يوم ما كذبتي عليا وقلتي لي اطلع هات الموبايل من الأوضة، ضحكتي ضحكة كده. اه طب وإيه كمان؟ في بقى الضحكة التالتة اللي هي بتبقى ضحكة صفرة شوية. صفرة؟ هي مش صفرة قوي يعني، هي على برتقاني شوية. لا يعني انا اقصد يعني عارفه ضحكه بتبقى فيها سماويه جايز شويه كده كده بعك انا صح؟ اه بعك. لا يعني مش سماويه، يعني تحسي فيها غل كده او فيها حقد طبقي. بقول لك انسي الضحكه دي بلاش. اه صح؟ اه انت كده قلت تالت ضحكه. الرابعه بقى ايه؟ الرابعه بقى يا ستي اللي هي طب ما تقلدها لي. اللي هي عارفه لما تضحكي عينيكي بتقفل قوي دي اللي هي بتبقى عامله كده. انا بعمل كده. ايوه بتعملي كده. وعلى فكره هي دي الضحكه الرابعه لما بعمل حاجه كده بتعجبك وبتضحكي عليها. طب كده في ضحكه ناقصه. لا ما خدناهاش بقى دي. الصراحه اكذب عليك لو قلت لك ان انا عارف. طب احنا مش هنطلع بقى من الحفره دي؟ ليه ما احنا قاعدين اهو، وبعدين دي حفره مش عميقه ولا حاجه. خلينا قاعدين. اه خلينا قاعدين، جت حد يجي يردم علينا ولا حاجه. بردانه ولا حاجه تاخدي الجاكيت؟ يا ابني قلت لك 100 مره الجو حلو. اصلا حررني قوي. ممكن اسالك سؤال؟ مش مرتبط انا. مرتبط ايه؟ يعني السؤال لو مرتبط بالاجابه ممكن يتجوزوا. انا بتكلم بجد، انا طايشه. بالنسبه لايه؟ مش فاهم. بالنسبه لخوف بابا عليا، بالنسبه لتصرفاتي. انت شايفه ان خوف باباكي عليك ده اصلا تصرف غلط؟ لا طبعا. خلاص يبقى لازم يخاف عليك. انما بالنسبه لتصرفاتك بقى، متهيألي يعني لو تصرفاتك مش طايشه اكيد باباكي مش هيخاف عليك. صح؟ صح. اظن بقى تاخدي الجاكيت. يا انا اتكلمت كتير قوي. ده انا اللي حاسس ان انا اللي صدعتك. بالعكس انا استريحت قوي. خد. لا لا سيبيه سيبيه. بتعملي ايه؟ امسك بس. خليه بس هتاخدي برد. ميرسي قوي على فكره، انت طيب قوي. شكرا. تصبح على خير. وانت من اهله. كنت براجع أغنية سكر.